ردت مفسرة الأحلام وقالت استحاب الميت لشخص حي يبقى الشخص ده هيموت. الله. أنا جسمي أشعر حاجة تهز القلب. وعشان كده أنا حبيت أسأل الشيخ أسامة يعني هل دي ممكن تكون علامة من ربنا؟ لأنه الأم هو أبشع شيء في الدنيا الفراق. الفراق. لكن الأغرب من كل الكلام اللي اتكلمنا فيه ده إن جرايد كبيرة تجيب مفسرة أحلام ويفسروا الحلم ده ويقولوا للفنانة اللي كانت بترقص دي هتموت. يعني كان إذا خرج فسمع كلمة حسنة تتعلق بأمر هو مقبل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد وفاة الفنان الراحل سمير غانم انتشرت أخبار كتير جدا على السوشيال ميديا، وكنا دايما بنطلع مع حضراتكم وننقل كل الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا. لكن الأخبار اللي معنا في حلقة النهاردة أخبار غريبة جدا، وأنا بصراحة مش لاقي لها تفسير، وليه بتطلع في التوقيت ده تحديدا؟ هنتكلم وهنعرض على حضراتكم مقطع فيديو في حلقة النهاردة للإعلامي رامي رضوان بيحكي كواليس الموقف الغريب اللي حصل له أثناء جنازة الفنان الراحل سمير غانم، وهنتكلم برضو مع حضراتكم عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. وللأسف هي أخبار مش كويسة، لأن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة ولكن ليست جيدة. طب إيه حكاية البنت مجهولة الهوية اللي حلمت حلم الفنان سمير غانم، وإن في فنانة من اللي كانوا بيرقصوا بعد وفاة الفنان الراحل سمير غانم كانت موجودة معاه في الحلم؟ لكن الأغرب من كل الكلام اللي اتكلمنا فيه ده إن جرايد كبيرة تجيب مفسرة أحلام ويفسروا الحلم ده ويقولوا للفنانة اللي كانت بترقص دي هتموت. طب تفتكروا حضراتكم ايه رد الأزهر الشريف على كل الكلام اللي قلته ده؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مرة بتشوفونا ياريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتشوفوا. فضلا وليس امرا ياريت حضراتكم توقفوا مقطع الفيديو وتنزلوا تدوسوا لايك، لان الكلام اللي هقوله في حلقة النهاردة كلام مهم جدا، واي حد من حضراتكم عايز يتواصل معايا او يوجه لي اي سؤال رقم الواتساب الخاص بيا هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. اول خبر معانا في حلقة النهاردة هو عن الكلام اللي قاله الاعلامي رامي رضوان يوم الجنازة بتاعت الفنان الراحل سمير غانم. الاعلامي رامي رضوان بيقول ان هم بعد ما راحوا خدوا جثمان الفنان الراحل سمير غانم عشان يروحوا الجامع عشان يصلوا عليه، بعد ما حطوا الجثمان جوه العربية رامي رضوان وزوجته راحوا ركبوا العربية الخاصة بيهم، وبيقول ان هو كان مشغل الراديو على إذاعة القرآن الكريم، واول ما العربية عدت من قدامه اللي فيها الجثمان بتاعت الفنان الراحل سمير غانم اشتغلت الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. والإعلامي رامي رضوان بيقول اللي هو أول لما سمع الآية دي جسمه أشعر. لكن الشيخ أسامة الأزهري كان ليه رد على الموضوع ده، تعال نشوف قال إيه ونرجع نتكلم مع حضراتكم تاني. شوف من الهدي النبوي من السنن النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، يعني كان إذا خرج فسمع كلمة حسنة تتعلق بأمر هو مقبل عليه يستبشر بها ويفرح بها، فده من الهدي النبوي. وكان لا يعجبه التشاؤم، مع انه الاثنين مبدأ واحد ونفس الفكرة، انا طالع لمشوار معين فاسمع حد يقول كلمة سيئة مثلا فاتشاؤم منها او يتضير يقول ده ما منفعش. لا عدوى ولا طيرة في الاسلام، مفيش حاجة اسمها تشاؤم في الاسلام، مفيش حاجة اسمها اسمع كلمة سيئة اروح اتشاؤم واقول الموضوع ده شكله مش ماشي لا ارميها ورا ظهرك، ليس لها اي دلالة. يبقى في الجانب السلبي ملهاش دلالة عندنا خالص، بس في الجانب الايجابي انا طالع الصبح اسمع كلمة معينة حد بيكلم التاني فتقع الكلمة في اذني، ايوه سيدنا النبي كان يحب ده ويرى انها رسالة كده جاية من عند ربنا. زي ما حضراتكم شفتوا ده مقطع الفيديو للاعلامي رامي رضوان والشيخ اسامة الازهري، وطبعا كل اللي بيتقال ده الله اعلم بيه، انا ما اقدرش اقول لحضراتكم رأي فاترك لحضراتكم التعليق. الخبر التاني معنا في حلقة النهاردة وهو عن بنت اسمها غادة مصطفى. مين اساسا غادة مصطفى؟ لما جريدة تكتب مقالة اللي فيه بنت حلمت بالفنان الراحل سمير غانم وكان معاه احدى الفنانات، وكانت الفنانة دلال عبد العزيز ما كانتش متواجدة في الحلم ده، والبنت دي بتقول اللي هي ما كانتش تعرف الفنان سمير غانم الا عن طريق شاشة التلفزيون، وكانت بتحبه وبتحب الاعمال اللي بيقوم بيها، لكن الحلم بتاعها اتكرر في اليوم اكتر من مرة، كل شوية تحلم بالفنان سمير غانم مع نفس الفنانة وهما الاثنين بيضحكوا. كل اللي بيحصل ده ماشي، ممكن بنت تحلم بالفنان سمير غانم يبقى في عقلها الباطن الموضوع ده، لكن اللي مش ماشي الكلام اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي. الجريده تجيب مفسره احلام اسمها عبير سعد وتبدا تفسر حلم البنت، وعشان الكلام يبقى دقيق هقرا لكم الكلام اللي مكتوب في المقاله ويظهر قدام حضراتكم على الشاشه. عبير سعد قالت ايه؟ رؤيه الميت حق، وعادي ان واحده من الجمهور تحلم بالفنان الراحل سمير غانم، وقالت اللي مشاركتها بالبوست اللي كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي فهي كده بتجمع للفنان سمير غانم حسنات، وبتضيف مفسره الاحلام دي وبتقول لسمير غانم
مات شهيد لان الفنان سمير غانم كافح المرض والوباء. لكن غريب بقى في الموضوع ده هو اللي قاله لحضراتكم دلوقتي. لما سالوا بقى مفسره الاحلام قالوا له الفنانه اللي كانت معاه وكانوا الاثنين بيضحكوا مع بعض. ردت مفسره الاحلام وقالت اصطحاب الميت لشخص حي يبقى الشخص ده هيموت. وبتكمل مفسره الاحلام وبتقول للفنان دلال عبد العزيز هتخف وتقوم بالسلامه وترجع لبيتها مره ثانيه. انا بقول لحضراتكم يا جماعه الخبر اللي قدامي، لكن وجهه نظري هقولها لحضراتكم كمان شويه. طبعا الكلام اللي حضراتكم شفتوه ده كلام صحافه، الكلام ده غير حقيقي بالمره، ومن وجهه نظري هم عايزين يعملوا صفق صحفي. كذب المنجمون ولو صدفوا. وارد جدا ان انا احلم بالفنان سمير غانم، كنت بحبه وكنت متعلق بيه وبتفرج عليه في التلفزيون وكل العالم بيقول سمير غانم مات. الموضوع ده هيترسخ جوه العقل الباطن بتاعي، فبعد كده هبدا افكر فيه وممكن احلم بيه، امر طبيعي جدا. لكن ان جريده تكتب مقاله مخصوص عشان واحده حلمت بالفنان سمير غانم وتيجي تفسر الموضوع ده ويجيبوا مفسره احلام ويقولوا الفنانه اللي كانت بترقص هتموت، الكلام ده غير منطقي بالمره وانا مش مقتنع بيه. وارد رايي ده يكون صح وارد يكون غلط. الفنان سمير غانم فنان جميل وفنان موهوب وانا على المستوى الشخصي بحبه، لكن الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده ما ينفعش ان احنا نطلع ونقوله. نيجي بقى لاخر تطورات الحاله الصحيه للفنانه دلال عبد العزيز. طبعا الاعلامي رامي رضوان كان طلع واتكلم قبل كده وقال للفنانه دلال عبد العزيز عملوا لها اكتر من مسحه والمسحه جت سلبيه، لكن انا احب اكد لحضراتكم ان حاله الفنانه دلال عبد العزيز لحد وقتنا ده غير مستقره. وسبق وكنت اتكلمت مع حضراتكم من مصادرنا من داخل المستشفى وقلت لحضراتكم اللي هي داخل حجره الرعايه المركزه، واكيد حضراتكم كلنا بنمر بظروف وفي ناس بتدخل العنايه المركزه وعارفين ان العنايه المركزه ليها مواعيد. لكن الاعلامي رامي رضوان كان طلع كتب بوست وقال اللي هو متواجد طول اليوم مع الفنانه دلال عبد العزيز. طبعا انا مقدر الازمه النفسيه والعصبيه اللي فيها ايمي ودنيا سمير غانم، وعارف ان الاعلامي رامي رضوان بيحاول يلطف الجو عشان ما يبقاش في ازمه، لكن انا بنقل لحضراتكم الحقائق والاخبار. الفنانه دلال عبد العزيز بعد اصابتها بفيروس كورونا الرئه بتاعتها اتاثرت جدا وده اللي قلل نسبه الاكسجين في الدم عندها، عشان كده حطوها على جهاز السي بيب. وكنت قلت لحضراتكم ان جهاز السي بيب ده بيضغط اكسجين اجباري داخل الرئه، لكن بيحطها من وقت للتاني على الجهاز، يعني بيحاولوا يشغلوا الرئه وبعد كده يحطوها على الجهاز تاني، يشغلوا الرئه ويحطوها على الجهاز تاني. ده الوضع حاليا بتاع الفنانه دلال عبد العزيز. في نهايه الكلام انا عايز اطلب من حضراتكم طلب، يا ريت كلنا ندعي للفنانه دنيا وايمي سمير غانم، لان هم دلوقتي بيمروا بازمه نفسيه كبيره. تخيلوا حضراتكم كده لما والدهم يتوفى وامهم في المستشفى بين الحياه والموت، تخيلوا الضغط النفسي والعصبي اللي ممكن يكون في البنتين دول. رحمه الله على الفنان الراحل سمير غانم وربنا يشفي على الفنانه دلال عبد العزيز. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.